ذيك الليلة وأنا أيامات وأنا جدة روحي عليه نهائيا، من نهضر معاه من نشوف فيه من حوس عليه، هو يبقى معايا يهضر ويسقسي ما يدي مني والو، يعني ما يدي مني حتى كلمة. كي لقاني جبت روحي هكا حتى هو جبل روحو وخلاني لا راحتي، يعني نوض قبله نهبط الكوزينة ندير الفطور، يهبط هو يفطر هكا ويخرج، انا مع شغل تاع الكوزينة ندير الغدا نتغداو ونصل الماعين ونطلع للشومبرة تاعي نصلي ونقعد نتفرج حتى يأذن العصر هكا نصلي باه نرقد، وهو على الخمسة باه يرجع يدخل يلقاني راقدة، ينحيق شوي يدخل هكا يتكا يرقد شوية حتى أنا نكون نستنى فيه، أو بالأحرى نستنى في حضنه، وقت العشاء نهبطو نتعشاو أنا نطلع وهو يخرج برا. هذا هو روتيننا اليومي، ودايما نسمعوه ويتعايط ولا يتقابض مع يماه بزاف. هذو الايامات ما فهمتش علاه كل ليله نوض بقر بيناتهم، غير تعشيت انا يطلع شمبرتي حتى سمعت صوت عياتهم خلاص قلب الحاله، وليت خرجت وهبطت لتحت قدمت للباب تاع الصالون تقول له هي حتى سهيلة مرتك الوقت اش راح تبقى معها هكذا، هو يقولها واحد ما دخله في حياتي انا حر وواحد ما يدبر عليا واش ندير، قالت له كيفاه ما ندبرش عليك وانت راك تغلط في المرأة وبنت الناس عند ربي وعند في القانون، يعني هذه راها مرتك علاه راك ظلمها هكا ومعلقها، ما هي متزوجة ما هي متطلقة راح تجيب حياتها هكذا، قالها حابة تتزوج حابة تعاود حياتها دوكا انا نطلقها بصح تخلي اولاد خويا هنايا وتروح الله يسهل عليها، هي حرة يتخير اولادها يتخير حياتها بصح باه تستناني نديرها مرتي غير نحيها من راسك هذه ومن راسها هي ثاني. قلت له ما فهمتش وش بها المرأة حتى راك رافضها هكذا ونافر منها بهذه الطريقة، قالها يمه يا ربي العالي راهي كانت مرت خويا مرت خويا ما تفهموش كانت ترقد مع خويا في فراش واحد بيناتهم ثلاث اولاد، كيفاش نديرها انا مرتي ونساميها ونرقد معاها نورمال تشوف فيا حيوان ولا اكثر تشوف فيا، قالت له واش فيها ياك ماشي حرام، قالها ما نقدرش مستحيل تقعد غير هي في الدنيا ما نديرهاش مرتي، قالت له هي قابلتك نورمال، قالها على خاطر كلبة ورخيصة وما تسواش، نسيت راجلها ونسيت لها 10 تاع 15 سنة وجاية تتمعشقها في خوه، وعلى بالك قبل ما نعقد عليها خويا ما عندوش حتى عام اللي مات، وهي كانت تتعرى هكا وتطلع عندي تغوي فيا الكلبة، قلبي راه عايفها خلاص متقززها مش قادر حتى نشوف فيها ما تفهموش انتوما. قالت له ملا ما تقبلش بها، قالها ايه انا نقول لك عايفة وانتي تقولي لي ديرها مرتك، قالت له ما تديرهاش ملا، قالها الموت وما نديرهاش مرتي، قالت له ملا يا ترجع سهيلة مرتك يا تطلق هذيك يديرهم في زوج نساك يم تدير حتى وحده، قالها انا نطلق رحمة على جال سهيلة، قالت له ايه طلقها، قالها وش بيك يما انت يا راكي في عقلك صحة، قلت له ايه شحلت النيران والفتانة هذيك لازم تطلقها، قالها يما عمري 37 سنة اذا ما على بالكش مانيش ذراري بها تدبروا عليا انتوما شكون نحكم وشكون نخلي واحد ما دخلوا في حياتي حتى اذا كنت انتيا، قالت له ملا مانيش راضية عليك لا دنيا لا آخرة إذا ما طلقتهاش، قالها يما وش بيك انتي علاه نطلق مرتي واش دارت حتى نطلقها، قالت له طلقها ما عجبتنيش، قالها وانتي علاه حتى تعجبك متزوجة بها انتي أنا اللي راجلها ماشي انتي ديجا فاهميني الطفلة واش دارت لك حتى راكي كارتها هكا، قلت له مهم طلقها وعاودت له نفس الهضره هذيك، قالها يما الطفله راها خاطياتك ومن الفوق انتي راكي ظالمتها وهي ساكته حرف ما تقولولكش ما لا خافي ربي ولا عن الشيطان وبركي ما تظلمي في بنت الناس، وليت طلعت انا وخليتها نقصتني غير العجوز هذه وكلت عليها ربي وخليتها، دخلت شمرتي حكمت بلاستي شويه هكا نتفرج حتى حسيت بيه طالع اطلع هكا وجا البلاستو بقيت نشوف فيها انايا نحب دايما يدافع عليا هكا، رميت تلي كمواد ونحيت الغطاء هذيك قدمت عنده
ده انا عندي هو شافني قال لي وشنو سكت هكا قال لي وش بك انتي ثاني بقيت ساكتة ونشوفها معاه والله طلع ذراع وقال لي هيا ادخلي دخلت هكا وجهه هكا ويتنشم في ريحته كالعادة غير انتي اللي تريحيني غدوة نفس هذا التوقيت ناض عياطهم زدت هبطت نسمع بقات تعاود له في نفس الهضرة وهي كيف كيف ودخلت عليهم الدار انا عندي قلت لها عليه راكي حبيت يطلقني قال لي رحمه اطلعي شنبرتك قالت لي هكذا انا مانيش منافقه مانيش قابلاتك في داري وما تليقيش لوليدي انتيا قال لها يما واش هذه الهضره قالت له ايه ما نقبلهاش في داري وما تليقلكش هذه اديها عني وما نحبهاش بالصفه عليا قالت لي الصراحه صراحه ما تليقيش بينا فاهمه قلت لها ما قلت لك شكوني منافقة بصح كاينه حاجة اسمها جبر الخواطر وانتي من اول نهار شفتك فيه وانتي تكسري لي في خاطري وتظلمي فيا بصح حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل واحد ظلمني وحقرني وكسر لي خاطري عيط عليا رحمة برا قلت له ما عجبكش الحالة كي هدرت الصح ياك جا عندي حكمي مذراعي ضربت يدو قلت له بحد عليا من بكري راني خارجة وانت ابقى تبع يماك باه ترضى عليك قال لي رحمه نكسر لك وجهك وقيله قلت له ايه اضرب باه ترضى عليك يماك ولا هيا اضرب واش راك تستنى وهي ملهي تعيط وكلي في ربي عليا يخاه عليا يحي نندب انايا المراه اللي جبتها لداري وجابها وليدي توكل في ربي عليا واش درت لك انا حتى توكلي ربي عليا يا حبابي يا عدياني اجروا لي وتشوفوا كيفاش جبت مرأة لبني توكل في ربي عليا وبني شوف قال لي امشي منا ما تدخليش روحك تيا قلت له انا ما نطلعش اوكي يا ما نطلعش وهي تقول له خرجها عليا ما نحتاجهاش في داري ديجا يا انا يا هي في هذه الدار قلت لها راني خارجه هاي ليك حتى انا ما تشرفنيش دارك عيط عليا رحمه شنبرتك ويتنعيط انا ما نطلعش سي ما نطلعش راح نبقى هنا واش راح تدير زعما وهي تقول له انت راجل انت ماهيش دايره لك حتى حساب تعيط في وجهك وتقول لك ما نطلعش يعني هذه مسترجله ماشي وما هيش حتى محترماتك وهذا يتحول تقول قاسيته في الوتر الحساس ويهجم عليا بالدبازي وكتبيات تقول ملاكمة حتى جات جبدته عليا قال لي اطلعي نكسر لك عظام غضوكا ما تولي ليش خليقتك قلت راني خارجة من دارك كامل اندبوا بها وجيت خارجة جبدني اروحي هنا وين خارجة انا نجبد في روحي وهو يجبد فيا كي جات هي بيناتنا وطلقني طحت على ذراعي حسيت تكسر انا خلاص وليت نبكي دار عندها هكذا قال عجبك الحاله برد قلبك طحفت الصالو هذاك تكسر 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 ما خلى حتى حاجه نطلميت روحي هنا وجيت فيك وانا وحاكمه راسي ونبكي كلش فيا يرجف حتى فمي هذاك يرجف دخل شيخي وخالته ويجروا وش صرا هكذا وش العياط هذا جيت عندي خالته قالت لي هيا نوضي والشيخ هذاك والعجوز يحكموا فيه والشيخ يعيط على العجوز وش درتي له وش تحوسي عنده تحوسي قلت لي والله كيفاش نوضت انايا وقفت كي دار عندي هو شفت وشه كاع احمر بالدم نيفو هذا كاع يسيل بقيت نشوف معاه حتى حكم راسو طاح على ركايبو ويعيط بعدت خالتي هكا ورحت نجري الطابلة هزت السرفيطة هذيك اللي على الطابلة ورحت عنده قعدت هكا على ركيبي حطيت له السرفيطة هذيك على نيفو احكمها هو عدلت انا والشيخ قعد واتكى على الفوتي العجوز هولت الحالة بالعياط والبكاء والشيخ هذاك يعيط اسكتي علينا حتى قعد لك هكا نتفاهم عليها جالي الشيخ يعيط لي انا وخالته قلنا روحوا عاونوني فيه رحنا عاوننا حطينا فيه الفوتي وقال دوك نديه للسبيطار قال له هو لا عيط العالي هو اللي يجي يديني انت ما تقدرش تسوق في الليل قال له معليش عيط العالي قال له 10 دقائق ونكون عندك ولا قال لي زيري لي على راسي راح يطرطق راح نموت وليت جيت مورا الفوتي انايا ونزير له على راسه
وهكذاك وزاد الدم هذاك يسيح يخرج اكثر واكثر. ولا الشيخ ناضي عيط قال لي روح يجيب لي تلك واحد اخر نظيف. رحت نجري طلعت جبت له تلك واحد اخر بدلنا له هكا وجا عالي وداوه. فوتنا معاه خلعة كبيرة خصوصا كي طاح على ركيب وهكاك ومدمم. جيت راح نموت انا قلت مات وربي كبير. شوية نسمع في العجوز هذيك تبكي هذي راح تاكل راس بني كيما اكلت راس رجلها الاول واكيد ما تخليهش حتى تاكل له راسه. ربي يديها ان شاء الله وتدعي عليا. شوية نسمع فيها تعيط لي قالت لي اسمعي انتيا. درت عندها انا خرجت من الباب قالت لي امي قشك وقلعي دار بابك ما تقعديش في داري دقيقه هنايا. درت انايا وخليتها وهي تعيط وتعاير. طلعت من بكري مني شي قاعده هنا ما عندي علاوه نبقى. رحت دخلت للدوش غسلت روحي وهكا من بعد رحت جبت الفاليزه تاعي لميت حوايجي وجيت في بلاصتي. بقيت نبكي على ظهري المعوج ملي جيت هنا ما تهنيت نهار. البيت ما همش التاوي كل واحد يحوس يرجع لبلاصتو راحي ما دام في حياته يماه سهيلة مستحيل راح يكون تاعي وحدي محال يخليه لي ويسمحوا لي فيه. الوغ انا اللي ننسحب ونخليه لهم خير. سمعت الحس وقيلا اروح نط خرجت حليت الباب لقيته محضن يماه ويمشي ومعاه باباه وخالته. ايه هذو هما اهلو انا دخيلة عليهم. بقى يشوف معايا كنا واقفة وحكمة داعي ونشوف. بقيت نشوف معاه بعد على الباب هكا خليتهم دخلوه. انا رحت للشمبرة اللي مولفة نقعد فيها حتى سمعتهم خرجوا. بها دخلت عنده لقيته داير المخدة ورا ظهره ومرجع راسه وراقد عاودوا وربطوه له من دراو جديد. رحت قعدت قدامه وحس بيا دار عندي قلت له الحمد لله على سلامتك. سكت قلت له واش قالك الطبيب قال لي دار لي براسو على الفاليزه وشنو هذه قلت له رايحه قال لي وانا قلت له واش بك انت قال لي راني مريض راني محتاجك بزاف. سكت هكا قال لي اوكي حبت روحي روحي انا كرهت من الجريه هذه وراك ملي جبتك وانت يا هاربه مني وانا نجري وراك الوقت ايش هذا راح نبقى هكذا انا كرهت من هذه المعيشه. قال لي الحب ماشي بالسيف والقعد معايا ماشي بالسيف حبت روحي اوكي غدوه نقول للشيخ يوصلك. سكت هكا قال لي طفي عليا الضو خليني نرقد. نظت انا رحت للخزانه جبت بيجامه هكا طفيت الضو وخرجت للدوش. ما جيت نحي الروبه هذيك ونلبس الاخرى خرجت روحي ذراعي قتلني وليت نبكي غير نوصل ليه نشوف وش بها. رحت انا يا دخلت لقيته كالعاده راقت على كرشو رحت حكمت بلاصتي ورقت فين صليك شو القاسني ليها. جيت نتقلب بنايا وليت نعيط باقصى قوتي. قال لي وش بيك وش بيها ذراع قلت له ما عرف. قال لي كيف ما عرف قلت له سقسي روحك كي كنت ظروفية نضش على الضوء هكا وجا عندي قلت له غير بحد عليا. قال لي هاتي نشوف وش بيها ذراعك جرحت ولا قلت له ماشي جرحت ما عرف وش بيها. قال لي وين يوجع فيك وليت له هكا. قال لي وقي لك تفكر مخلوع دورني هكا نشوف. درت انا يا غير مسني وليت نعيط بقي مس حتى اوصل حتى كتفي. قال لي شوفي العظمة وينها طاحت هنا. قلت له كيف هذوكا قال لي ذوكا نقول لي ما ترجع لك تعرف وليت بعد. قلت له مكلا خليني هكذا اللي سمعته يكفيني ديجا واش وصلني للحالة هذه غير هي. قال لي يا ربي العالي انت ويما حابين تقتلوني. قلت له هو ربي شاهد باللي راني خاطيتك. قال لي وانت علاه تدخلي عليها هكا وتدخلي روحك بيني وبين يما. قلت له تهدر عليا وتحوسني من لوحش روحي. قال لي ما تلوحيش انا على بالي واش ندير واش نهدر. قلت له تعمر فيك باه تطلقني وتحوسني ما ندخلش. قال لي كي شغل انت راكي ميته باه تبقاي معايا راكي غير تحوسي على السبه باه تهربي مني. سكت قال لي دوك نعيط لها ونجي. قلت له ما كلاه غير خليني حتى نروح لدارنا. قال لي ماشي رايك اوكي ماشي رايك وراح اخرج على بالي دوكا تجي تستشفى فيا. سمعت حسهم كي جو طالعين دخلوا عليا جات عندي قالت لي واش بيا كتفك. قلت لها
ما عرف، قالت لي كاش ما وين طحتي ولا شفت معاها. قلت لها كيما كان وليدك يضرب فيا بالكوتبيات والدبازي طحت ثمة. سكتت هي، قالت لي نحي حوايجك حتى نجيب طاسمة وصابون ونجي تاع الحجرة ونجي. راحت خرجت هكا بقيت نشوف معاه كيفاش انا نحي قش قدم يماك. قال لي وش فيها ماكش مال فين زعما تحق حوايجكم ما قدم بعضكم في الحمامه زعما دوكا جيتي تحشميه. بقيت نشوف فيه وانت خنزرانه يا خي يا خي. بعد ما رجعت لي كتفي بعد ما عانيت وعيطت عياط يعني روحي خرجت والحمد لله يا ربي. قلت لي هيا نوضي ترقدي وما ترقديش عليا دوكا، من بعد شوفي اذا بقى يوجع فيك يعني عندك كش عظمه مكسوره ولا لحمه ولا تقطع ثم الداخل. قلت له وانت نوض ارقد تريح. قالها علاه خليتوني نريح كنتي كي هي تعبتوني ولا تبكي كي يكون عندك الاولاد وتفهم. قالها على بالي يما على بالي خلاص روحي برك ترقدي العزيزة. بقات توصي فيه وانا حاطة راسي على حجره ونبكي. غرت منه صار اللي صار بيناتهم بصح هي بقات معاه. انا اللي تحن عليا بعيد عليا، هو على الاقل والدي هنا معاه. كي شافني نبكي هكا ولا معايا هكا وهكا هكا وهكا وقال لي والله ما كنت معول نضربك، انت اللي بقيتي انك تخشني في راسك وتعاندي فيا ويما تهبل فيا جيت فيك انت. قلت له علاه كي ما تجيش فيا انا في من تجي. قال لي والله غير سمحي لي والله ما كنت حاب اني نضربك، علاش راك ديري لي هكذا؟ قلت له شفتكم قبيله لبالك انتوما جامي تكونوا عائلتي. قال لي انا عائلتك وبس ما تحسش عليهم هما. قلت له حتى انت مستحيل تكون تاعي. قال لي ولا غير ربي غير تاعك وحدك برك انت يا برك انت اللي ما حبيتيش تصدقي. سكت هكا قدم عندي حط راسو على مخدتي. قال لي والله غير نحبك بصح ما عرفتش كيفاه نحتوي كل ما نقول نصلح علاقتنا يخرج مشكل تافه ويكبر حتى المشكل ويبعدنا على بعض وانت يا اللي تبعدي ومازال ما لقيتش طريقه نحتويك عندي. وانت يا كش ما كان برك تحبي تتمردي ويصرى مشكل كبير. قلت له انا اللي راح نخرج وتتهناو مع بعض بقى يشوف معايا رحمة حب تهبليني ولا كيفاش. قلت له لا لا حب نرتاح هذه المرة راح نحوس على راحتي. قال لي وراحتك تبقاي بعيد عليا؟ قلت له ايه. قال لي كيما تحبي مالا. اسكت ودورت وجهي انايا هو مرقد وانا مرقد حتى طلع النهار في وجهنا. نظت هناك عاد شفت مع الساعة لقيتها 8 درت لقيته يشوف معايا. قال لي تنحيلك الوجع تاع كتفك؟ قلت له ايه تنحيت لي. قال لي رايحة؟ قلت له ايه. هز التليفون عيط لباباه قال له راك قاعد ولا؟ قال له علاه؟ قال له بتدي رحمة لدارهم. بعد قدم عندي قال لي العيد شحال بقالو؟ قلت له ياك بقالو غي يومين برك. قال لي معليش جيت نجبد روحي انا حكمني. قال لي قبل ما تروحي ادي ريحتي معاك. قلت له ما عندي من ندير بها. قال لي ما لا انا حاب ندي ريحتك. من بعد حم وفوتوها هذه خير. بعد كلش هكا قال لي المهم انت يا دوكا تروحي تعيدي ثم وبدلي جو ويرحمها ربي. نص التكيت انا يا قدامه. قلت له على بالك الحمد لله يا ربي كيما عقدناش سينو دوكا راني نخمم كيفاش ندير لك الخلع. دورني عنده هكا قال لي على بالك وقتاش عقدت عليك؟ انا درت له براسي لا لا شاف معايا. قال لي شوفي نهار ديت عذريتك هذيك شفت في هذيك باللي عقدت عليك خلاص وعقدت عليك طول حياتي يعني ما كاينش منها انك تتخلصي مني وتقولي نحيتو من حياتي فاهمه. والعقد الثاني نهار تجيبي لي مكسيكيه كيما انتيا نزيد نعقد عليك. بعد موتي بقيت ساكته هكا. قال لي هيا طولنا على بابا نوضي لبسي. طبعته لي هكا ونظت لفلفت روحي انا ونظت وقفت هو رجع عرقد. رحت ديت حوايجينا وجيت خارجه. قال لي امسحي شوير بكلاش راكي دايره الحماير هكا. خرجت للدوش نلبس روبا بروتيل وصنداله مسحت شوير بها هذوك وجيت داخله عليه. قال لي اقسم بالله وما نربيكش على اللبسه هذه واش لالي قال لي راكي تلبسي لي فيهم نكسر لك راسك على بالك.
قلت له واش بيك؟ دوك نلبس المونتو فوقهم وطويل ثاني، لبست هكا غلقته بالخيوط، بقى يشوف معايا، دارت لي براسو اوكي. قلت له انت علاه ما تقولش لهذيك كي تلبس الخيوط وهكا وتمشي نورمال؟ قال لي وعلى هذيك كيما انت؟ قلت له علاه؟ قال لي انا واش خاصني بيها؟ علاش تظلي حاططها في راسك؟ هذيك ماشي مرتي، غايب الاسم برك، شغل مخليينها في الدار، علاش الاولاد انظن فاهم لك فيها هذيا؟ ناض هو للكوافيز، جبد دراهم وجا عندي، افتح لي الصاك تاعي حطهم لي. قلت له واش ندير بهم هادو؟ قال لي ما على باليش، اتكسي وشري كبش العيد انت يا يما. قلت له شرينا ديجا؟ قال لي ما لا، مديهم الكش واحد ما عندوش وهكا صدق علينا. قلت له حاب تصدق صدق وحدك؟ قال لي سبحان الله، انت علاه مدايره هكذا؟ قلت له تهين فيا وتقول لي علاه مدايره هكذا؟ قال لي انا هنتك علاه حتى نهينك؟ مرتي واجب عليا نصرف عليها، ما كان حتى إهانة، بالعكس الإهانة، كي ما نصرفش عليك؟ قلت له أنا قلت لك ما نحتاج منك والو. قال لي سيدي خلاص ما تحتاجيهمش، اديهم معاك ومديهم الكاش واحد ما عندوش، صدق علينا ولا ما كيش حابة حتى تعاوني الناس. اسكت، راح نهز انا الفاليزات. قال لي ايه وحقا، غري فوت العيد نشوفوا حكايه الاولاد. قلت له واش من اولاد؟ قال لي باينه نهضر على الحمل. قلت له انت علاه مقلقه على الحمل؟ قال لي من حقي. قلت له حاب الاولاد روح عند سهيله. قال لي وانا حابهم من عندك انت؟ يا ربي راسك فيها البيطون ولا فيها الطوب ولا ما فهمتش؟ قال لي يمشي يمشي نهبطو. قلت له نورمالمون انت الراجل، انت اللي تجي من الاول ماشي انايا. قال لي اخي، قال لي الراجل هو اللي يجي من اللور. قلت له بالعكس، انت يوم الفا دايما نجينا قدامك ونجي انت تجي مورايا برا، علاش؟ قال لي الراجل اللي يمشي برا هو الاول ومرته راه ماشي راجل. قلت له والله؟ قال لي ايه يا ليلى، الراجل لازم مرته تمشي قدامه وهو يمشي وراها، باه يخبيها على الناس اللي تكحل عليها من فاتنها من اللور، ماشي هي ماشي يمشي ويعرض في كتافه وطحاحنا من اللور يكحلوا على مفاتن مرته وجسمها ولا طايت تاعها. ايه قلت له خاليك حاط معايا هذ الحوايج كامله. قال لي ايه الرجوله لازم تحسبيها من كل النواحي ماشي غير من جهه واحده برك. قال لي هكذا تربينا حنايا، واللي يحاسب الرجوله باللي مرته تمشي وراه وهو الاول راه غلط، حتى الانبياء كانوا هكذا، انساهم من القدام وهما من اللور. قلت له اول مره نسمع بها هذه. قال لي اديها معلومه مالا. سكت. قال لي هيا هبطنا على الدرج، لقينا وليد خوه. قال له وين وجدك؟ قال له راه في الطوموبيل قاعد حتى انا رايح معاهم. قال له هاك ادي معاك الفاليزات مالا، حطها في الطوموبيل جدها وخرج. رحنا نمشو هكا للباب دار عندي ورجع الباب وراه، حط يدو على جنبي وحكمني. قال لي طالعي في روحك. اوكي يا سكت. بعد تعليق قال لي اسمعي غدوة اخرجي معي يمك تتكسي ساعة ما تفوتيهاش برا.